السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي قناة أم بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنقدم وصفة مهمة جدا لكل بيت مصري، وهي شوربة العدس. طبعا دي أكلة شتوية، وشتوية الشتوية كمان، ما بنستغناش عنها في الشتاء، ومليانة قيمة غذائية، وكبار وصغيرين بيحبوها، وبجد رائعة، ومن البيت المصري، وتكاليفها عادية، كل حاجتها من البيت عندك. تابعوني، واتمنى لو عجبكم الفيديو نعمل اعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس. اول حاجة هنجيبها، هجيب عدس بنقيه وهبتدي اغسله، وهعرفك اهم تكة انك تغسليه ازاي. 4 صمارات طماطم او 5 حسب كمية العدس، انا جايبة نص كيلو عدس. جزرية كبيرة مقشرها ومنضفها وغسلها، بصلتين، لو عندك بصلة كبيرة مفيش مشكلة، لو عندك بصلتين صغنونين مفيش مشكلة، 4 فصوص توم او 5. في ناس بتحط لها كوسه وبطاطس او بطاطس عشان تتقل، انا ما بحبش لا الكوسه والبطاطس اتقلها، لان هي اصلا بتتقل لوحدها، وبزود لها الميه المناسبه ليها. غير كده ما بحبش احط لها وهي بتتسلق البهارات بتاعتها، لان الجزئيه اللي بتتفضل منها بعد ما بطحنها باخد منها جزء بعينه في الفريزر، بينفعني لاي يوم تاني حبيت اشرب حبه عدس. مش لسه هعمل كل التكاليف ديت وهسلق واعصر واعمل، لا بطلعها على طول مطحونه، وبتبقى في الكيسه بتاعتي متعانه في الفريزر، اطلعها ويا دوبك اعمل لها اقلل البصله والمكرونه واشتغل فيها، فبتبقى سهله، ما بتاخدش مني ربع ساعه او 10 دقائق. فالنهارده هبتدي بالعدس اهوت، بيبقى العدس بتاعي نضيف زي ما انتم شايفين كده، ومنقياه ومخليه زي الفل. كل اللي هعمله اللي انا هبتدي اغسله، وتعالوا معايا. اول حاجه مهمه عندي في شوربه العدس هي غسيله، اللي انا لازم اغسله جامد عشان البودره واي عفره بتبقى فيه. هتشوفوا دلوقتي الميه اللي طالعه من العدس بتبقى عامله ازاي. انا حبيت ان انا اغسله قدامكم وما اغسلهوش بعيد عنكم، عشان عايزه اوري للبنات اللي بتبقى لسه مبتدئه وبتفتكر العدس يتحط على طول ونحط له الحاجه للسلق، لا لازم يتغسل زي ما بتغسلوا الرز كده بتنضفيه. بص العدسيه عندي بعد ما انا غسلتها اول فوم، شوفي الميه بتاعتها عامله ازاي، ميه صفرا مياش نظيفه خالص، شايفين. ابتدي اقعد اغسل فيه بالطريقه دهيت لحد ما اخلي الميه بتاعته تبقى رايقه جدا. تابعوني دلوقتي، انا غسلته، رجعت لكم تاني بعد ما غسلته، طبعا غسلته كذا فوم، شايفين المنظر، شايفين الميه بتاعته رايقه ازاي من فوق، شايفين. غسلته طبعا كذا مره لحد ما خليته زي الفل، لان ده اهم تكه في شوربه العدس، اللي هو يتغسل ويبقى نظيف ويبقى زي الفل. دي اهم تكه يا جماعه، عشان ما يبقاش لا فيه اي ميكروبات ولا يغير طعم الشوربه. تمام، تابعوني عشان اقول لكم هنعمل ايه تاني. هبتدي هجيب حله انزل فيها العدس بتاعي بعد ما غسلته، هبتدي اضيف الجزر بتاعي اللي انا مقطعاه، هبتدي اضيف البصل اقطعها كده، هبتدي اضيف الثوم، هبتدي اضيف الطماطم، طبعا بشيل الحته السوداء بتاعتها ديت، وابتدي اقسمها كده نصين، اللي عايز يعمل قطع مربعه مفيش مشكله. اهم حاجه يا جماعه ما نحطش البهارات دلوقتي فيها خالص، هنحط البهارات بتاعتنا في الاخر عشان نقدر نتحكم في كميه السائل اللي هنحطه ليها، ونقدر نظبط الملح بتاعنا وكل بهاراتنا. تمام، تابعوني. انا دلوقتي حطيتها على النار، هبتدي ازود لها الميه السخنه بتاعتي، عباره عن 2 كوباية ميه كبار هزودهم لها. انا بزود لها الميه السخنه عشان انجز على طول، بيبقى الكاتل بتاعي الميه بتاعته فيه سخنه، وابتدي ازودها وابتدي اقلبها كده واسيبها تتسلق مع بعضها. اول ما تبتدي في الغليان هوريها لكم، تابعوني. طبعا زي ما انتم شايفين هو اخد غلو وانا معليه النار اهوت، وبعد كده قمت وطيتها عليه عشان اهم حاجه انا مش عايزاه يتلسع من تحت. هبتدي اوطي على النار واسيبه لمده 10 دقايق، وبعد كده ادفع عليه، تابعوني. هبتدي بقى دلوقتي اللي انا بعد ما هي بردت شويه، ابتدي اللي انا احطها في الخلاط بتاعي عشان اضربها، عشان اقول لكم هنعمل ايه. ابتدي احطها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده،
ابتدي بقى احطها هنا في الخلاط وابتدي اللي انا اضربها. ابتدي اللي انا احطها في المصفى بتاعتي عشان اصفيها زي ما انتم شايفين كده. ابتدي اصفيها براحتها وبكده اكون صفيتها زي ما انتم شايفين. بتبقى بقى ابتدي اعمل السمك اللي انا عايزاه والباقي ببتدي اعينه. تابعوني. رجعت لكم مع شوربة العدس بتاعتي. انا ابتديت اللي انا احطها على النار. طبعا النص كيلو عمل معايا كتير، انا جايبه نص المقدار بس طبعا، وزودت الميه زي ما انا عايزه. وعشان كده بقول لك اوعي تحط لها بطاطس ولا كوسه عشان فعلا بتقلها اكتر من كده. لسه كمان لما احط لها المكرونه هتتقل اكتر من كده. ده كده وانا كمان مزود لها على فكره ميه، وهي كده تقيله عامله زي الكريمه. فما تحطلهاش بطاطس وكوسه لان الماده النشويه بتاعتهم بتقلها قوي. انا كده هحطها على النار تغلي غلوه، وهبتدي احط بهاراتي عليها. وخلي بالكم اساس شوربه العدس الكمون، تابعوني. هبتدي احط الملح بتاعي، وطبعا مش هكتر الملح لان كده او كده هنعصر الليمون. هحط معلقه ملح بس. هبتدي احط معلقه كمون، معلقه كبيره. تمام، يبقى انا حطيت دلوقتي الملح بتاعي وحطيت الكمون. الشطه بقى اختياري، بس انا اولادي ما بيحبوش الحاجه حاره، فبحب احط بس ذره شطه، لان طبعا لازم ذره الشطه دي طبعا بتدي لها اختلاف تاني، اختلاف تاني. انا بحب احط معاها نعناع، وبحب اجيب النعناع الباكت بقطعه وبحطه كده اهوت. بس بجد يعني بتبقى الريحه بتاعته نفاذه وبيبقى خطير. والنعناع دوت يا جماعه اختياري، ما هوش اساسي. اللي عايز يحط النعناع يحط، اللي مش عايز يحط براحته. النعناع دوت اختياري، بس هو فعلا بيدي لها ريحه نفاذه وطعم لا يقاوم بجد. يعني هبتدي بقى اوطي عليها النار براحتي، وابتدي اروح على الطريقه الثانيه بتاعتي واقول لكم هنعمل ايه. تابعوني. دلوقتي انا حطيت الزبده، تحط اي ماده دهنيه، سمنه، زيت، تحط اللي انت عايزاه. وبعد كده اول ما هتسخن ابتدي هنزل فيها بالمكرونه. انا مكتره ليه السمنه؟ لان بعديها في نفس السمنه بتاعتي او الزبده هبتدي انزل بالمكرونه بالبصل بتاعي في نفس الزيت. تابعوني وهقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي الزيت عندي سخن، هبتدي احط فيه المكرونه. بس في طريقه جميله انا هعرفها لكم بردك عشان ما نبتديش اللي احنا المكرونه نطلع منها، نطلع المكرونه من الزبده ولسه نحط البصله بعديها ونصفي. لا، المكرونه بتاعتي ما بتاخدش وقت في التحمير. هقوم اعمل ايه؟ هقوم احط معاها البصلايه بتاعتي عشان هما الاتنين يتحمروا في وقت واحد. صدقوني ان كنت بعمل المكرونه الاول وبعد كده اصفيها وبعد كده احط البصله. لا، انا دلوقتي لقيت ان انا احطهم كلهم مع بعض وهما الاثنين بيدوا نفس الناتج ونفس الطريقه. تابعوني. شايفين البصلايه بتاعتي والمكرونه وهي داخله على التحمير؟ اهم حاجه البصلايه بتاعتي تبقى ناعمه عشان ما تبقاش زهره جامد في شوربه العدس. دي التقليه بتاعتها بقى اللي بتتحط لها، بجد بتدي للعدس طعم لا يقاوم. اول ما بتبتدي تخش على التحمير ببتدي انزل بالتومه معاها، عشان انتوا عارفين ان التوم ما بياخدش وقت. يبقى المكرونه معاها البصله وبعد كده هنزل معاها بالتوم. طبعا زي ما انتوا شايفين البصله بدات تخش على التحمير، او منزل بالتومه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا التومه مقطعاها حتت صغنونه، ما بفرمهاش زيها زي البصله. وابتدي اقلبهم كده مع بعض، اجيب اللي في الطرف في النص عشان اللي في الطرف طبعا بيحمر على طول. وابتدي اللي اجيب كده زي ما انتوا شايفين اقلبها كده اهو اهو. تمام، تابعوني اول ما تخلص. طبعا زي ما انتوا شايفينها كده اتقلت البطاطس، البصلايه مع المكرونه مع التومه، مش هقلبها اكتر من كده. هبتدي بقى اروح بيها على العدس كده بقى، على العدس بتاعي. ابتدي اعلي على النار عشان انا كنت موطيه، وابتدي انزل ما شاء الله
ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي اقلبهم في بعض وابتدي اسيبها تاخد غلوة على النار مع المكرونة عشان المكرونة تبتدي تستوي تكمل السوية بتاعها على العدس. تابعوني اول ما يخلص. ودلوقتي في الاخر اجمل شوربة عدس زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها، وشايفين جمالها، شايفين عاملة ازاي حكاية، شايفين المكرونة فيها ظاهرة ازاي، وطعمها بجد حكاية وطعمها حكاية. اتمنى لو عجبتكم طريقة الشوربة بتاعت العدس نشترك في القناة ونعمل لها اعجاب ونفعل الجرس، وتابعوني في كل جديد مع ام بلال البورسعيدية. دلع كرشك، دلعي نفسك في وصفات جديدة سهلة وسريعة واكلات شتوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.